يمكن تغيره متى راى المكتب المسيري رغبه في ذلك. تبقى القوانين جاري بها العمل في هذا الشان. الباب الثاني الاهداف، بين الفصل الاول الماده 4 المجال الانساني، البند الاول العمل على وحده الشعوب عبر ترسيخ ثقافه الحوار ونشر السلم والسلام واحترام الاديان والثقافات والمعتقدات. البند الثاني تنظيم الحملات الطبيه للتوعيه من مخاطر الامراض المنقوله والسعي في استيراد وسائل النقل والاسعاف والاجهزه الصحيه. البند الثالث التنسيق والتواصل مع مختلف مصالح السلطات المحليه والامنيه والصحافه الوطنيه والاجنبيه في كل ما يهم خدمه الصالح الانساني العام. البند 4 السعي في الحفاظ على مختلف انواع التراث المادي واللامادي لبلادنا صيانه للهويه الوطنيه المغربيه. الفصل الثاني المجال الحقوقي. البند الاول الاسهام في ترسيخ قيم المواطنه لجميع افراد المجتمع المغربي داخل الوطن وخارجه، مزاوجه لثقافه حقوق والواجبات. البند الثاني ارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالامن والحريه والكرامه والمساواه وتكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه في نطاق التلازم بين حقوق المواطنه وواجباتها. البند الثالث التركيز على بناء مستقبل واعد تحت السياده الملكيه المغربيه المتمثل في المقترح المغربي الواقعي والجدي والمناسب للجميع، وهو الحكم الذاتي للصحراء المغربيه، دعم مقترح الحكم الذاتي باقاليم مملكتنا الجنوبيه. البند الخامس توعيه جميع الصحراويين الوحدويين في الداخل والخارج بعدم الانسياق وراء وعود الانفصاليه الوهميه المضيعه للجهد والوقت. الفصل الثالث المجال الثقافي والمعرفي. البند الاول تنظيم لقاءات تواصليه ومحاضرات وندوات ومؤتمرات وايام دراسيه وموائد علميه وصحفيه عن قرب وعن بعد داخل الوطن وخارجه لتبادل الافكار والاراء مع المنظمات الوطنيه والدوليه وجميع الفعاليات المناصره لقضيه وحدتنا الترابيه. البند الثاني فتح باب التواصل والحوار البناء بهدف تنميه الطاقات الشبابيه بالمملكه واستقطاب كل الطاقات الخادمه لاهداف التكتل. البند الثالث الاسهام في بناء مرجعيه موحده للاشتغال في دعم المقترحات الخاصه بالقضيه الوطنيه. البند الرابع خلق مراكز الابحاث والدراسات المتخصصه في مختلف القضايا الوطنيه والدوليه مما يصب في قضيه وحدتنا الترابيه. الفصل الرابع المجال الاجتماعي والرياضي. البند الاول الاهتمام بمختلف العلاقات الاجتماعيه المؤسسه للحمه الاخوه المغربيه وروح التآزر والتضامن بين جميع منخرطي التكتل وباقي المواطنين في الداخل والخارج. تقديم دروس دعم التقويه ومحاربه الاميه والهدر المدرسي واعطاء دروس في التربيه على المواطنه واشعاع ثقافه حقوق الانسان. البند الثالث تنظيم مخيمات ورحلات لفائده المنخرطين وباقي المواطنين والعمل على رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه والاشخاص في وضعيه اعاقه بقصد ادماجهم وجعلهم اعضاء منتجين في مجتمعهم. البند الرابع الاسهام في تاسيس فرق رياضيه باسم التكتل الصحراوي سواء تعلق الامر بالرياضات الجماعيه او الفرديه مثل كره القدم، كره الطائره، كره السله، الدفاع عن النفس والسباحه والى اخره من الرياضات. البند الخامس تفعيل دور المراه في مسلسل التنميه والاعتناء بحقوق الطفل وتوطيد دعائم الوحده الاسريه. الفصل الخامس المجال الاقتصادي والتنموي الاسهام في تشجيع المستثمرين المغاربه والاجانب بالمناطق الصحراويه لتحريك عجله التنميه وخلق بيئه امنه جاذبه ومشجعه على الاستثمار. البند الثاني خلق مشاريع مختلفه مع جميع المؤسسات العموميه وشبه العموميه والمنظمات الوطنيه والدوليه بما يسمح به القانون. خلق مشاريع مختلفة مع جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمنظمات الوطنية والدولية بما يسمح به القانون. الإسهام في تقارب السياسات الهادفة إلى الاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين شعوب المغرب الكبير والعمق الإفريقي للإسهام في تنمية مختلف مجالات التنمية ببلادنا. التنسيق مع فعاليات التنموية الوطنية والدولية وعقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير الحكومية لتحقيق أهداف التكتل الاقتصادية والتنموية في الداخل والخارج. البند الخامس الإسهام الفكري في البرامج التنموية
من أجل تقوية المنظومة الاقتصادية على صعيد مختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة المغربية وخصوصاً أقاليمنا الجنوبية. الفصل السادس، المجال الدبلوماسي. البند الأول، تعزيز الدبلوماسية الموازية للدفاع عن وحدتنا الترابية. البند الثاني، الإسهام في بناء قوة اقتراحية في إطار الدبلوماسية الموازية على مستوى الدولي بما تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية. البند الثالث، السعي الحثيث في إسماع صوت التكتل للبرلمان والاتحاد الأوروبي بين يبين عبر إقناعهما كقوة اقتراحية بإدراج قضيتنا الوطنية في نقاشهما للسياسة الدولية. البند الرابع، العمل على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولا سيما مع التجمع الساحل والصحراء وكذا الاتحاد الإفريقي والجوار الأورو المتوسطي. البند الخامس، مناشدة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء المملكة المغربية للتدخل العاجل لوقف معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف. إذن هذا هو الأهداف بخلاصة. إذا مشينا ودرنا واحد القراءة لهذه الأهداف، أنه كنلقاوها أهداف جبيلة، أهداف كبيرة، أهداف يعني لمشت بالورناها في أرض الواقع غيكون عندها